هذا حق التتاب لازم اعطيهم زي المره الراحه لازم اعطيهم ردي وشوف التقطير مين لازم يتجنب مين الثاني النزول الى منطقه طويل الاستغلال بدايه لاعب نادي الوطن محمد عيسى غاشم لاعب نادي الصفا محمد اسماعيل خزعل لاعب نادي الاتحاد منصور محمد تراوي ارجع النزول الاستغلال بدايه من منطقه التطويل والنداء الثاني النداء الثاني للمتسابقين عشان مثل النداء الثاني للمتسابقين عشان مثل على الذين المشاركين في هذه المسابقة النزول الاستغلال في المنطقة الأداء كيف نوعي؟ تفضل الاستغلال جاءت من نصيب اللاعب محمد اسماعيل خزعل من
هذا السفر ثمان اثنين وخمسين ثانية وتسعين سبعين تسعين ثانية. أما بطل هذه المسابقة وصاحب المركز الأول لاعب نادي الاتحاد منصور محمد تراوري بزمن 51 ثانية و 15 جزء من الثانية. شكرا للأستاذ ماجد. ما في لعبة لا Yeah.